اسمع مثلا هلا انا قلت لك جزء oh من يا حبيبي كخرة يا حبيبي كده يا كخرة كخرة قلت لك يا حبيبي وصاد يا حبيبي طيب يا حبيبي كل حرة المهم انا ممكن اجي اقول لك يا عزوز يو نو جزء من بس كلمة جزء من الجسم لبين ما تشرح له انت الوضع هذا الكلو خصوصي الامجد ايشو ايش هذا خطي هذه زي الخضار زي الخيار مثل الخيارة بس باينه ايش هذا قطة وايش الثاني يعني قطي وتشبيه لي حاجة تعرف عبودي تعرف لو ما يجاوب الحين دو ما قلت لك وقت لو قطوة ساعد عبودي سوري شو انا مالي خبيب بقطي انا ما بعرف قطي عقود تعرف انا عارف ما تعرف القطي I don't know القطي اسعد شرح له شي القطي لانه بيعرف القطي مستحيل ما يكون بيعرف القطي اسعد اشرح له خلاص شرحناه مرتين انت مرة وانا مرة ابعت لك صورة شي القطي اسعد ضايع ضايع اقول لك جوجل ضايع بس اتاكد جوجل جوجل بتعرف القطي مستحيل ما تكون بتعرف القطي مستحيل ما تعرف القطي في عيني شايف حتى القطي this one بطاطس خلله تجيك يا حمار ايش ذا طب يا اخي انا فريقك يا اخي لا تحط لي كلمات سوريه يا اخي بفهم انا عم بقول لك هذا الكلو خصوصي لامجد خلص بعطيك كلو خصوصي لك بعد شوي شو بنزع يعني هو لحظة يعني هو ال 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 الكلو مشان ايش يعني؟ مشان يعني كلمات الزرق كلمت فيه كلمتين الزرق كونكتد والقطي ايوه بالظبط مظبوط اوكي اللي هي مثلا شوفي عزوز ايه مظبوط كلامه مظبوط شوفي عزوز هلا انت في الكلمات شايف؟ بتحط مثلا الخيار والاخضر مثلا يا الله عليك يا سعد لا 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 تعال سعد شوف كبس عامل وين بلشت؟ لا يا شيخ يعني اختاروا طب انا مالي خبر انا علمتهم كمان لا لا عن جد كبس اخضر ابنه يقول اسعد سيريسلي عن جد في زر انتر شوف وين بقى اند جيس انتر تغلط طيب الحين دورهم صح؟ طلع سباي ماستر تي اوكي جو هلا طلع ده يعطيك كلو لأسعد نفس الشيء ده يعطيك كلمة وبعدين عدد الكلمات المربوطة فيها يعني هلا انا كتبت قطة اثنين تمام؟ في كلمتين مربوطات بالقطة اللي هي خيار واخضر ليش؟ لانه القطة بتجي خضراء والقطة بتشبه الخيار كتير فأمجد بما انه هاي الاكلة او الخضرة مشهورة كتير عندنا بسوريا رأسا عارفة لو في مثلا شيء ثاني لو في شيء ثاني مثلا انا يوم كتبت انت وبدا يفكر انا قلت ايوه لا والله انا عندي مسميات ضعيفه بالسوريه طلع الله يرضى عليك روي علي شوي لليلا دقيقه اصلا كلمات صعبه قاعد احاول ادمج تنتين ماني قادر اصبر تنتين ماني قادر على الطاوله ايه شت لا عزوز قول له الكلمة اخري والاخري بس واحد درى مرة مرتين قول له يلا اخري والاخري ايه بتذكر قال لي اياك تم مرة لا امس اسعد صوت سرة بعدين مدري ايش طلع سرة؟ قاعد يلعب سرة ومدري ايش طلع فيها يا راجل اخر حاجة قلت له باقي له طلع تربك لي الابلود احسن يكون عالي ولا واطي عالي عشان عالي. ما تعلق معاك في الصور كلمه هذه عادي كل شيء ارسل لك اياه شوف هلا هو بشكل عام اي كلمه موجوده على اللوح ما لازم تكتب الا اذا اختاروها اوريدي بس اكتبها كلها ولا اقول لك بمشي لك يا اتس اوكي بمشي لك ليك مدير يعني قال لك تمشي لي خلاص أسعد في وردة في مطبخك يا أسعد صح؟ مظبوط أسعد بحب يحدد بعدين يكبس so this wait not this what the fuck
اكزاكتلي بدك وات ذا فاكس بوت اسعد كل ما ادخل على المطبخ بطلع قطلة العبنا ايوه اختار طاولة او شيت قلناي تقدر تسبه دحين يا طلع غريبة الناس طلع بدون تسب الحين بدي افكر ايش كان ممكن يكون قصدي اه سريع والله ما في غيره طيب امجد دبي عالم مصر اطلس ليش دبي دبي مدينه طيب اطلس مصر بلد اطلس طبعا ايوه اطلس وعالم اكيد خريطه اطلس وعالم اما امجد عليه لوجيك اطلس وعالم لقيت اما لوجيك اطلس وعالم مصر يا اخي مدينه مصر بس مصر دبي ما هي مدينه لا يعني في خريطه مصر هنا بس دبي ما هي خريطه دبي يعني يا اخي دبي صغير يا اخي اوكي طيب اطلس وعالم ومصر اطلس ضغط اول شيء لا عيب مصر لا بقول لك انا مثل احتمالات جوفو اطلس هلا جوفو ليك طيب ممتاز عالم طيب. عالم جوفر عالم يس انك فقي يا عبد الله اوكي اوكي شي فقي شو قلت انا الفقي انا الفقي يا فقي بس ما تحكي الله المهم بوي كلمتين خلوها في بالكم بعدين فكروا فيها طيب اسعد حضيف كلمه زياده حقت الماضيه ها يس يس يا شو ما في افعال وكلين ده يا شو ده الكره يا شو تشور اي هول يا شو ده الورده يا اسد دي شلوت كيف كده ليش يا شوت مو هدته شوت يا سكسس بيس اوف شيت في عليك ليش يا شوت ما هو يركل لا يا مان لا ما بحكي على سكسزم عم بحكي على اللغززم لا ما خليه يسولي سولي بحكي على اللغززم اوكي لا اي قات المطلوب تمام ضل كلمة اللي هي الكلمة اللي هي تبع المطبخ تبع المطبخ ايه رمح فتحت الثلاجة مع كروب إذا ما أنت عارف سكيب خلاص إذا شاكك بشيء حطه حضيرة لا ما هنا فكت خليها بعد شوي باركي حدا منهم بكب سازة كمسا مشان دبي ومصر يا عمجد روح يموت أخي واحد الله يكتب الكلمة قبل لا على قصة القديمة أظن خد تحسه كمان ريح إنه خرائط الرياح الله ايش خرائط الرياح انت اوف ما توقع كذا يفكر عبد الله خرائط رياح اح اح والله اح حبيبي عبد الله مو نامي في ون بيس لا مصر ودبي يقعون في خريطه يعني اوكي في كلمتين زياده تبعت لي قبله في ايش في ايه كلمة العلاقة بهالكلو كلمتين تبعات اللي قبله تبعات الخريطة طيب اسعاف لحظة مستوصف انت خبير ابو وده ابو ادوية وعيون ومعصين طيب ايش رايك قبل ما نختار المستشفى او اسعاف نختار مصر ودبي انا اشك انه مصر ودبي عزوزي يا اخي مصر ودبي فعلا نحطه وحده يعني في خريطه فهمت يا ود انت في وقت جدا وحده منهم صح لا كلهم مجتمعين وحده منهم صح
يا دبي في فرق مدينة وبلد. طيب دبي فين تشوفها؟ في خريطة صح؟ يا أنت كتير واسخ، تفضل خذ مصر. يلا مصر والدنيا. جميل. طبعا ما خلص العبودة هي لا لا. هذه دبي. طيب كيف أشيل اسم ديب ذي الكلمة ديب اللي طلعت؟ خلاص انسى 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 عادة. إنه ديب طيب مستشفى الإسعاف. هو قال أنا مستوصف. المستوصف إيش فيه له؟ فيه له إسعاف. بس ما في مستشفى. بس ما في مستشفى أيه. بس المستشفى فيه مستوصف. كيف مستوصف؟ عيادة خارجية قصدك؟ لا 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 سوري، المستوصف بيكون صغير. I think we should go for مستشفى. إسعاف. مستوصف فيه له هيك دول مثل هيك اي ار سمول هيك يو نو امرجنسي ستاف. طيب اسعاف. اوكي شت فك. ايش هذا ابيض؟ ابيض يعني ولا احد صح؟ هذا بالنص يعني ما حدا اخذ شيء. كويس كويس. وجت سودا. سودا السلام عليكم. السلام عليكم. عن جد ممكن افهم اللوجيك ورا انه والله مصر على الخريطه بينها خريطه شو كلها خريطه في خريطه للحي تبعنا. طيب يا اخي لا لا هو 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 للاسف كان يسافر بحصان. انت فكر خريطه انت ايش؟ لا انا عم بقول لك الكلو خريطه ما تربط الكلمتين في بعضهم. خلاص بدها تربط كل كلمه لحالها بالخريطه. ايه شوف كلم اسد بالفصحى. خشبة بدك اياك الاكل في رمح. لا والله صعبة. شوف هلا المشكلة هون انه في مربى الورد اللي هي وردة، وفي حظيرة اللي بطلع منها خنزيرة الأخو ليش؟ وفي كمان مشتري اللي هي يعني ويت مشتري يعني كوكب ولا اللي بيشتري كوكب طبعا ضيعوا حظيرة يا عمي go for it. اوكي so I get this مستشفى عزوزي او yes الا اذا كان مسمار عيدقك في الله. لا لا مستشفى. أوكي. اكتب على الكلمة الجديدة عبد الله، لا تفكر في قديمة، القديمة خلاص مستشفى. هو إذا فكر لك شيء جديد يعني على كل حال. إن كانت مستشفى ما كان مستشفى. أوكي في كلمة زيادة مشان اللي قبله. طيب. ثانك يو. خريح ومستشفى. يلا جو فور إت، دو ذا أونرز. واو خلصنا. واو طيب يلا عم طلع له اعطينا ال كمان ما حد توقع يجيبه. يلا مسعد والله هذا قلة تقليل احترام فيك. اشوف هيا تاني خمن انت حظك. لا 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 بقرأ يلا انسى ليش عندي احساس دي جيبة جيبة دقيقة لا لا يجيبها سعد. هلا بدنا نشيل المشتري لاني كان حطلي كوكب. ايوه بس لحظة بس لحظة بس هون طلع خلاص you need to stop talking. ما بخش تعطيني اديله كلمة من الكلمات الماضية ولا لا اللي قد كتبتها؟ لا you're supposed to خلاص you're done. روح خرا عليك طلع
دخلت انا عارفها اكزاكتلي انا عارفها انا عارفها اساس ما مني حاجه ربا قرا ولا ايش رمى انا اسمي وردي شو ذكرتني بالمقطع الخرا يا اخي انت مصدق ايش من عبود كنت أكل صغيرة ربع سعاد إذا كتبت لك إذا كتبت لك ملكة الليل إيش تذكر فيها؟ مسرح لحظة أستاذ طلال إيش دخل نجم؟ مسرح خشبي أستاذ طلال على فكرة دود تعرف لو كاتب نجم وما قلت له خمن كان جاب خشبي ممكن أنا برأيي لو كاتب له بس نجم اثنين كان ممكن يجيبه يس اكزاكتلي